بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حابين نتكلم عن مشكلة الانتفاخ. طبعا مشكلة الانتفاخ في الأنارب مشكلة خطيرة جدا، وإذا وصل الأرنب لدرجة الانتفاخ بتبقى حاجة كبيرة جدا. طبعا أنت طبعا بتروح تقول للدكتور إن في عندي مشكلة، اللي هو مشكلة انتفاخ. طبعا بتاخد أدوية، الأدوية دي لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن هو أصلا منفوخ وبعدين خلاص ما بياكلش ولا بيشرب. فأنت لابد إن أنت تعالج المشكلة ديت عن طريق إن أنت تجيب بعض الأدوية وتحطها عن طريق الفم بالحقنة. فبنقول إيه أسباب الانتفاخ، وإيه يعني إيه الأشياء اللي تخليني أقول على الأرنب إن عنده انتفاخ. اول حاجة طبعا الكرش الكبير، ويعني تلاحظ حتى وانت والارنب بيمشي صوت رجرجة، صوت مية، تحس ان فيه مية وحالة استسقاء في بطن الارنب. البطن كبيرة وحاجة يعني الكرش نفسه مكرش. فالانتفاخ مرض خطير، وعلاجه يكون بنظام غذائي صحيح بعيد عن الأشياء غير السليمة، زي بعض أنواع الأعلاف اللي بيدخل فيها بعض الأشياء العفنة، مش عارف ذرة معفن يقوموا يدخلوه في قلب الكذب، فبيعمل عمليات انتفاخ كبيرة جدا وبيجي معاها إسهال. طبعا الإسهال مع الانتفاخ حلو، انما طبعا التاني المكتوم الانتفاخ وكاتم، مفيش انتفاخ مع امساك جامد، ده طبعا بيحتاج مننا ان انت تحاول ان انت تحط الارنب على الارض عشان يمشي، بتحاول ان انت يعني تجوع الارنب شوية، بتحاول ان انت ممكن بقى يعني ايه تجيب نص سنتي زيت خروع، زيت خروع وتستخدمه مع الأرنب عشان يسهل العملية شوية. وطبعا لو انت كنت بتعلف برسيم ومنعت البرسيم مرة واحدة، يعني انت بتعلف برسيم بتعلف خضرة ومنعت الخضرة مرة واحدة، طبيعي ان الأرنب هيحصل له امساك وهيحصل له انتفاخ، لان هو متعود على البرسيم، البرسيم بيلين بيسهل، فانت مرة واحدة منعت عنه البرسيم فبيحصل عملية استسقاء والبطن بتكبر. وطبعا قلنا البرسيم، طبعا هنبقى نتكلم عن البرسيم ونقول ان البرسيم طبعا ممكن يؤدي الى انتفاخ للارنب. ايضا من العوامل اللي بتؤدي لانتفاخ الارنب، قلنا اول حاجة الكذب المغشوش او البرسيم. طبعا برسيم مع ميه، حاطط برسيم مع ميه، وطبعا برسيم كمان مش يعني مش ناشف شويه، يعني في برسيم عليه ندى كده وعليه ميه، فيجي يحطه للارنب والارنب ياكل برسيم بكميات كبيره ويحصل انتفاخ رهيب جدا. بالنسبه للكبير ممكن يستحمل شويه، لكن الصغير والانتاج الصغير ممكن يضيع كله بسبب الاهمال. فانت لو انت بتعرف برسيم، تعلب برسيم الاول، البرسيم يكون ناشف ما يكونش عليه ندى ولا يكونش عليه ميه، وادام هتعلب برسيم ما تحطش معاه ميه لان البرسيم اصلا فيه ميه. واوعى تمنع البرسيم مره واحده، لانك لو منعت البرسيم مره واحده كل الانارب كلها تعيا وكلهم هيصابوا بالانتفاخ. طيب لو الارنب اصيب بالانتفاخ، بنقول بقى ان احنا بنعالجه، لا اما ان احنا نحطه في الارض، او ان احنا نجوعه شويه على ما بطنه تهدى، او ان احنا نحط له زيت خروع، او ان احنا طبعا ده كله عن طريق الفم، او ان احنا كمان نجيب فيتامينات، وطبعا بالحقنه، وتحط له مثلا ايه 3 سم ايه فيتامينات او اي شيء يساعد على الهضم. فبنقول الانتفاخ أمر خطير، ويجب عليك أن تحذر من موضوع الانتفاخ، لأن يعني الأرنب إذا انتفخ بتبقى علاجه بيبقى علاجه صعب، وطبعا ممكن ياخد يجي 3 أيام
يعني الثلاث ايام دول يكون اصيب بالهزال والضعف، فاحذر من موضوع الانتفاخ، وده يكون قايم على التغذية الجيدة. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى حلقة أخرى.